وبالرغم من اللي حكيته أنا الكل، طول العباد مازالت تعامل في داريس على أنه عبد لباس في مخه. ليه يا الزبي؟ داريس إنسان خيوط وماش لاح مليح في مخه، داريس إنسان جبر ياسر في مخه. هذاك علاش كيهدوا عليك زوز عمرك ما توخر التالي، ما توخرش التالي يا الزبي. وشوي نفسر لكم داريس شنو السكيلات نتاعو باش تفهموني مليح فاش قاعد نحكي. الباسيف نتاعو صار بشوي مرحبا بكم شباب. ساعة خذوا بلايسكم، اقعدوا خذوا راحتكم تفضلوا. جيلي سيمباي باش يقدم على مرأة منكم وعلى مسمع منكم جلسة، يعني باش تنعقد الجلسة هذه تو. في الجلسة هذه باش نقدم لكم شوية دروس حول الإنسان الشخص الواقف الماثل قدامكم اللي هو ما يسمى بداريوس. هو بارامو داريوس كان سبيسيال شوية على خاطر عنده شوية خيوط في المخ وماسين في بعضهم، عنده أكثر همجية من العباد العاديين، بدأ يولي وحش أكثر من كونه إنسان. دونك هذاك علاش لازم نتعاملوا معاه بحذر الشخص هذايا، كيما باش نعلمكم جيلي سيمباي تو. برجولية تجي وحدك يا سوو مرحبا، أما بجيب صاحبك سمين هذايا شنو أكلوا أنا هذا الكل السخط؟ ما قريتش حسابي برجولية. تعرفش كيفاش؟ تفضلوا معاي للبيرو، تفضلوا معاي للبيرو، مرحبا بكم، نجيب لكم على الجية تريقلي لكم الجو على الجية. شوية جازوز بالله اليسو، شوية جازوز، شوية كعك ورقة وكالجو. كما سبق وفسرت لكم في ستريم اللي فات، إذا كانت تستحقوا أي قصة متاع تشام، المصدر الوحيد الموثوق منه على وجه الكرة الأرضية لهنا هو جيلي سينباي، وأنا يسعدني جدا أني نفسر لكم شنو اللي صاير في العالم متاع ريتو. بالنسبة لحكاية جارن داريس راي، مش حكاية اسمه نوكسوس سينباي وعركة وجيش ودرا شنو، لا لا لا، هذاك الكل تفليم. كما قلت لكم راهو يستغلوا فيكم باش يصنعوا لكم سكينات بازية على احداث ما صارتش في التاريخ. تحبوا الحكايه، تحبوا تفهموا الحقيقه، او باش نوريكم الاولاد شنو اللي صار فعليا. هذا صار في رمضان. نحي الخمج، نحي عليا شن قرنيت هذا شتهم السخط الحال المكربه هذه. اسمع او يا تجبدني نجب تكراوه، ما تقولش خاطرك مراه باش نسكت لك ودرا شنو. لا صاحبي ما تغلطش، كل واحد لهنا كل واحد يلتزم قدره. اوه شبيني عملت لك يو لنا، شبيني بهيم، شبيني مسطك الزح. سامحوني الاولاد، الله غالب، جالي سمباي عمره ما يغلط. افهمتني شنو كيل هذيك تحسب؟ ردها دبل كيل صحيت. لا تسكر فمك، دبل كيل وتسكر فمك. ايواش القباحه هذه ما نحبهاش انا، القباحه هذه انا كرا النوع هذا بالذات من القباحه ندخل شخصي. اجا لهنيني دلي، اجا لهني، مشيت دلي، انشد الفار، انشد كيف كيف فار قطوس لكل حيوانات كله كي بعضه. عسى ان تكرهوا. مرحبا بكم انساتي في البرنامج الطبخ الجديد. اذا كانك انت مادموازيل صادمة على العرس ان شاء الله وما تعرفيش التايبي، هذه فرصة باش تجالي فيش يعلمك التايبي القرنيت. نحطو قرنيتتنا في الفريجيدير، نجبدو قرنيتتنا من الفريجيدير، نسختوها على راسها، نقصوها سلامي، نستناو شوية ونحطو فيها الساتور، وهكا راجلك يبات شبعان اليوم ومزال عليك كان انك تعمل معاه واحد. اهلا وسهلا يا حفلة لنا بنتا. لا بنتا ديما عندي امل باش نعمل بنتاكيل في بلايس ماشي تاع بنتاكيل. بون ميسي ايزي يا ودي، تعرف البلونش وصار لها كل مره قلت ايزي. برجولي انا خايف ياسر، وحدي لهني بوشي في البوت في السطل، فما اربع اساس بو ولا ثلاثه تو اثنين. اوه يا رسول الله، ثلاثه ثلاثه، قط 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 يا رسول الله. تهو ماكمش تحسروا وفت محاولتكم الولاد، طبعا نحبكم تعملوا عليا مزية وتوعدوني انكم عمركم ما كومش توليوا عباد فاشلين كما ثلاثة عفات هذاك. وعدوني يا في الكوز، يا في الكوز فاش يعمل يا ودي يحشم، عيب يا ودي يزي حرام. شنو يا اخي نرمال تعمل هكا؟ فما نسي، فما شوية قدر شوية احترام. شوفوا لا مش نرمال. الدوج ماستر، الدوج يا ودي ما تحكي لي حتى شيء. جالي فيشكي دوجي يا ولدي، انا دوجي، انا نجم دوجي اي سكيل في العالم، نجم دوجي ضربه متاع توريل اخر اللي فيه ترى. حاول بالرغم اللي حكيته انا الكل، طول العباد مازالت تعامل في داريس على انه عبد لباس في مخه. ليه يا الزبي؟ داريس انسان خيوط وماش لاح مليح في مخه، داريس انسان جبر ياسر في مخه. هذاك علاش كيهدوا عليك زوز عمرك ما توخر التالي، ما توخرش التالي يا الزبي. بشوي نفسر لكم داريس شنو السكيلات نتاعو باش تفهموني مليح فاش قاعد نحكي.
الباسيف متاعو صرمك شوي اللي قطر، الكيو قصك سلامية، الدبليو متاعو تربق عليه، اي متاعو ايجا عصبة وين ماشي، اللولت متاعو صاحبي ترمتك باش تولي تبدا من زكم راسك. بعد اللي ولدتو تعرفوه هذا الكل، نزلتو باش توخروا تالك يجيكم جانجلر، نزلتو باش تهربوا من زكم الجانجلر تنيكلو امه، نيكلو بوه، نيكلو خوه، شمزالو، عندوش اخت نيكه، خالتو، عمتو، عزيزتو، شمزال اخر فتا، جدو مات، عملو ريفايف نيكم بعد عاود تقتل زكمو يا الزب، ما ترحمش اي نقبة سدها. دونك شباب هكا يعني نكون وصلنا مع بعضنا الى نهاية الحلقة متاعنا اليوم، ان شاء الله تكونوا عملتوا الجو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، خليونا لايكس اذا كان عجبتكم فيديو، كان ما عجبتكمش الفيديو ميساج حطونا ديسلايكس فسرونا علاش ما عجبتكمش الفيديو. بالنسبة لعباد جدد اللي جاو فما فلسة على اليمين من فوق اسمها سبسكرايب، ننصحكم تنزلوا عليها، ديما نحب بصحتكم، ديما نلوج على مصحتكم انا لهني، اشنو تحبوا نجيب لكم علجية تسري بيكم على راسي وعيني تاخذوا. بالنسبة يا جماعة اللي تحب تشري ار بي ولا جو من عند g2a.com هاك فما فلسة مجنبها على اليمين من فوق. بريفيس فيديو حكينا على ليج اوف ليجندز جروبس، فسرت لكم علاش الجروبات هذوما جروبات معفتين ياسر، تنجموا تعملوا طلب باش تقتنعوا. جيلي فيش على الفيسبوك، جيلي فيش تي ان على اليوتيوب، شكرا على حسن المتابعة والسماع والى اللقاء. تحكي فيه ما يخصنيش انا ولكن يخص الاغلبية منكم انتم، سورتو العباد اللي فيكم اللي عاملين اللي مشاركين في جروب نتاع ليج اوف ليجندز. شنو جيلي فيش بهم الجروبات؟ شنو المشكلة في الجروبات؟ تعال نعطيكم شنو المشكلة، تعال نعطيكم شنو المشكلة في الجروبات هذو. بالنسبة لعبد عامل